الرز بالبصل المكرمل، عندي لحمة مكعبات صغير، رز وحمص وسمنة، بصل مكرمل، توم ومرق، بهارات مشكلة وكركم، كرفس، زعتر، جزر. بحط شوية بصل فريش مع السمنة، الزعتر، ده كرفس، وتوم. طيب كده هنا دي التوابل، البهارات، دي اللحمة بتاعتي، كده كله اهو، ده الحمص، ده لازم ياخد غلو على الاقل، على الاقل 10 دقايق. وادي البصل المكرمل اهو، حبة فلفل وملح مش كتير. دي الهوت ووتر، وقول لي بحبك، قول لي. يا جمال النبي والنبي، الريحة طالعة موجوجة، لازم اسيبها تغلي وتستوي 3/4 سوا، لان الرز ما ياخدش وقت حدايا. وكده عندي الرز اهو بدأ يغلي، بوز، ودي نرمي عليها الرز. دي عايزها تكون طريه شويه. اصحى وصلي على النبي، عايزها تبقى طريه اللي يعني ملبنه شويه. نشغل لها الشوايه اهي كده، خد شويه ميه سخنه كمان اهي، الله، ايوه كده. الرزاية طالعة مفلفلة وزي الفل.